الحضور ديال الوكاله ديالنا في فعاليات هذا الاسبوع المغربي بنواكشوط. بطبيعه الحال نحن هنا لتمثيل القطاع الصناعي المغربي في فعاليات هذا الاسبوع. لقد هذا يشارك في هذا المعرض وخصوصا في مع الوكالة 13 شركة من صناعية تمثل العديد من القطاعات، كقطاعات الكهرباء، كقطاع المواد البناء، قطاع اللوجستية، قطاع التقنيات الحديثة، قطاع الهندسة. فالدور ديالنا هو تنظيم المشاركة ديال وتمثيل القطاع الصناعي في التظاهرات ديال هذا الأسبوع هذا، وكذلك هذا عرض تقديم عرض على الصناعة بالمغرب وفرص الاستثمار كوكالة، وكذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الموريتانيين ورجال الأعمال المغاربة الحاضرين وخصوصا في القطاع الصناعي. ومن خلال هذه التحضيرات إن شاء الله خلال الأسبوع نتوقع أن يكون تقريبا أكثر من 200 لقاء بين العارضين المغاربة في القطاع الصناعي ونظرائهم رجال الأعمال الموريتانيين. ونتمنى لهذا الأسبوع التوفيق الكامل، لأن هذا الأسبوع هو أول تظاهرة تقام في موريتانيا منذ سنوات، من خلاله يحاول المغرب أن يوطد العلاقات بين البلدين الشقيقين وأن نمتن العلاقات التاريخية والعلاقات الدينية والعلاقات الثقافية والاجتماعية بأول صفة، وكذلك لا ننسى العلاقات التجارية والاقتصادية التي هي موجودة وفي تطوير مهم. أشكر في حياة صدد الوكالة المغربية للاستثمار والتصدير على ما بينه من جهد من أجل إنشاء هذا الملتقى، هذا الأسبوع الجيد الذي بدأ بداية جيدة ومشرفة، ويعني قبول كبير من جميع أطياف الشعب الموريتاني، يعني كل الموريتاني يتوافدون على هذا الملتقى هذا الأسبوع فيما يتعلق بالمحاضرات، فيما يتعلق بالمؤسسات التي هي هنا من أجل توقيع شراكات، وحتى السهرات الليلية التي هي جيدة جدا بما يتعلق بالأغاني التقليدية المغربية والأغاني الموريتانية الثقافة. يعني هناك جناح للصناعة التقليدية يعني لفت انتباهي كثيرا، حيث أن هناك بعض الصناعات التقليدية أصبحت اليوم متطورة جدا جدا حتى لا يمكن أن نفرق بينها وبين الصناعات الصناعية. يعني دونك يمكن أن نطرح السؤال، هل هذا صناعة يدوية أو صناعة مؤسسة عصرية؟ ممكن وهذا ما يؤكد أن الجودة عالية جدا والإقبال جيد والحمد لله، وشكرا للأخوة المغاربة، وإن شاء الله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تتطور وتزدهر إلى أن نصل إلى كل ما هو صالح وجيد للشعبين، وشكرا.